في التجديد سمعنا انه جالك عرض سعودي وجالك عرض قطري، يعني اذا كنت انا غلطان قول لي صحح لي يعني. لا جالي كذا عرض. وانك فكرت شويه وبعد كده برضو اعتقد مكالمه كابتن خطيب حسمت الامر. طبعا احكي. طبعا يعني انا جالي كذا عرض وكده، وهو النادي ما كانش فاتح معايا ساعتها التجديد. طبعا انت عارف يا كابتن، شهر واحد خلاص تبقى انت من حقك اللي انت تمضي في اي نادي، لان خلاص انت بتبقى فري. فانا ساعتها كان في كذا نادي طبعا بدون ذكر اسماء خالص بيكلموني ويتكلموا معايا. كبيره وانا عارف ان في نادي كان مصمم، كان في كذا نادي في السعوديه بالتحديد. فكان في كذا نادي، والمهم اتكلموا معايا بصراحه، وكان في ارقام برضو يعني مش كبيره قوي، بس ارقام كانت كويسه، وكانت الدنيا كويسه يعني وكده. فانا قلت لهم، حتى كان ساعتها امير توفيق برضو اخويا كان قاعد معايا بعدها. فقال له بص يا امير، اخوك محمد هو مدير اعمال. قال له بص حسين جاي له كذا عرض، بس احنا الاولويه للنادي الاهلي. انتوا موافقين على هتجددوا معانا؟ طبعا حسين دي خلاص نقطه مفيش كلام فيها. مش موافقين قولوا لنا من بدري عشان خاطر نلحق نتوكل على الله ونشوف مصيرنا فين ومستقبلنا فين. بصراحه راح امير قال لك لا، احنا طبعا شاريين حسين وموافقين وكل الكلام مقفول. حتى كابتن خطيب ساعتها كلمني وقال لي، قال لي انت مش عايز تجدد؟ قلت له يا كابتن انا مش عايز اجدد، مش هقعد اصلا. كنت زماني خلصت، واول كلمه هقولها يا جماعه انا خلصت في نادي وماشي. تمام. بس محدش هيلومك. بالظبط. وحتى كابتن سيد برضو اتكلم معايا، سيد عبد الحفيظ. سيد عبد الحفيظ برضو عشان ندي كل واحد حقه، اتكلم معايا وقال لي، قلت له يا كابتن انا جاي لي عروض بارقام كبيره. قال لي طب وانت شايف ايه؟ قلت له اللي انت شايفه يا كابتن، اللي انت عايزه والنادي الاهلي عايزه انا معاكم فيه. انا عارف الخلاف كان على حاجه بسيطه يعني، هي كانت على نقطة كده في بند، بس في الآخر النادي الأهلي هو اللي عمل كل حاجة برضه. مش هنقدر نقول لأ في الأول والآخر يعني. بس مش فلوس خالص خالص يعني، ما كانش فلوس خالص. نقطة الخلاف ما كانش فلوس خالص يعني. بس فبعد كده طبعا جددت يعني وكده. قدرت بشكل كويس في العقد الجديد؟ الحمد لله. وبقيت مرتاح؟ الحمد لله يا كابتن، الحمد لله طبعا.